أم قال لك الظالم النفس دخل عندي والمكتسب دخل عندي والسابق اديته على قده، يبقى ده فضل من الله ولا عدل؟ ولذلك اللي بيدعي الناس اللي بتدعي كويسين كمان الاكابر يقول اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل، لان العدل يضيعني، وعاملنا بالاحسان لا بالميزان، وعاملنا بالجبر لا بالحساب. طب الفضل الكبير بقى يعمل ايه؟ ده بالجزاء بقى، جنات عدن. عدن يعني إقامة، جنات إقامة. طب وإيه يعني جنات إقامة دي؟ يعني جنات عدن إيش معنى؟ قال لك ما وصل آدم أول ما جه إداله الجنة إنما خرج لنا إنما دي جنة إقامة بقى، ما فيش فيها بعدها. يعني جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب. الله، يعني التحلية قبل الضروري. قال لك لما يجيب لك التحلية يبقى معناه ان الضرورة ايه؟ الضرورة جاهزة. وبعد ذلك مش بس يجيب لك التحلية، والتحلية التي كانت حراما عليكم في الدنيا، ذهب وحرير. الاساور ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، اللي كان ايه؟ اللي كان محرم عليهم في الدنيا. طب اساور ايه دي؟ اساور دي قال لك اساور جمع أسورة، وأسورة جمع سوار، والسوار هو ما يتحلى به المعصم، الإسوار اللي بيقولوا عليها دي. الرجالة هيلبسوا إيه؟ أثار الناس دلوقتي قال بيتعجلوا الجنة من غير طريقة، بيعملوا لهم بتاع الإيه؟ اسمه إيه بتاع إيه؟ شوف ازاي. طب وايه حكايه اساور الذهب للرجاله دي والبتاع؟ قال لك لان الملوك والعظام القديمين كلهم في رمان الاساور، يعمل اساور ويعمل كده ايده تبقى. واحنا بنشوف بقى الواحده اللي جوزها بقى راج قوي وبقى كويس كده، ايه تقعد عامله من هنا وهنا وهنا وتحدي هنا خلاص، واللي يعني اكثر شويه تعمل دملك، الدملك ده سوار في العضل، هنا في العضل الرخلة دي، قال دي دليل على ايه؟ وتعمل بقى كده. طب والرجاله اللي قال لك لان الاكابر والاكاسره كانوا بيعملوا الحكايه دي، يوم الناس يشوفوه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام اقام الله عليه وسلم لما جه خدوا ثروه كسرى كلها وحبوا يقسموها، وكان النبي وعد بها مين؟ سراقة بن مالك. وسراقة بن مالك كان ايده فنعة قوي زي المعيز، زي 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 بتاع المعزة كده الفنعة، فكان يسخروا من فبقوا ساعة ما يجي يعمل كده يعني داري دي يعني مش يقول النبي عليه الصلاة والسلام يبص له كده يقول له كيف بهما في سواري كسرى؟ لما راحوا يقسموا جت الاساور دي من نصيب مين؟ من نصيب سراقه. فقال عمر صلى الله وسلم عليه وسلم ازاي دول يبقوا في سوار كسرى؟ شوف التنبؤ جاي منين؟ اذا لما نلبس اساور هتبقى دي الحلية. طب وليه قال ما قالش سواره؟ طب ده جاب جمع لا ولا اساور؟ الاساور جمع اسوره، والاسوره جمع سوار، زي فؤاد وايه وافئده، سوار واسوره. هات جمع الجمع اساور، يبقى مش اسوره واحده ولا اثنين ولا بتاع، ده كتير قوي. قام قال لك يعني كل العدد هيبقى ايه؟ مشغول بالاساور. اساور من ذهب ولؤلؤ، جاب شيء من البحر وشيء من الجبال، اساور من ذهب وايه ولباسهم فيها حرير. شوف بقى الدقة الأدائية في القرآن. لما جاب أساور ما رضيش يجيب المفرد ولا يجيب الجمع الأول، وجابها جمع الجمع، دليل على أنها كتير. طب ما كانش يقول ولباس بس، يجيب لباس بس، ما قلش ألبسها ولا لباس. قال لك لا، لأن اللباس قد تعدله يمكن عشان يرد حر او برد ولا فيش حاجه من دي، ولا بس واحد بس. نعم نعم.
الله الله. ساعة ما يبقوا بالشكل ده بقى شوف بقى، لا ينسون المعطي. المعطي لإيه؟ للجزاء؟ لا مش بس الجزاء، للمعطي الذي شرع المنهج اللي وصلهم لهذا الجزاء. يبقى أكن الحمد حمد مركب، حمد يبقى الحمد لله الذي أهدانا وبقينا مؤمنين علشان نشوف الإيه، عشان نشوف الحكاية دي والنعيم اللي احنا إيه اللي احنا فيه. وقالوا الحمد لله، وكلمة الحمد لله هي آخر ما يقوله المنعمون في الآخرة، وآخر دعواهم أن الحمد مش أحلى من كده، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والحق سبحانه وتعالى في تعليمنا هذه الكلمة المكونة مبتدا وخبر، شوف عطفه على خلقه إيه. الناس مختلفين في قدرتهم على الأداء البياني، واحد بليغ يقعد ينمك الكلام وينمك الأسلوب ويجيب حاجة حلوة، وواحد عيي ما يغضبش. يبقى لو ان بقى الولد اللي بيعرف يكتب كويس كده وبتاع، وبعدين يقعد يحمد ربنا ويجيب بقى الأسلوب الجميل ويعدد نعم الله ويقعد يقول يقول، طب الفقير اللي مش قادر ده ولا يعرف ولا كلمة يعمل ايه؟ قال لا انا هعلمكم كلمة تتساوون فيها جميعا، الحمد لله. ولذلك رسول الله يقول بنثنى عليك بما أثنيت به على نفسك، مش هنجيب حاجة دي، نقول الحمد لله الحمد لله دائما. واحنا قلنا زمان أن الحمد لله سلسلة من الحمد لا تنتهي، هي كلمة واحدة، لأن كن ربنا أداني نعمة وأقول فيها الحمد لله، كن علمني إزاي أحمده ده نعمة تانية. فالحمد لله شكرا له دي نعمة، وقولك الحمد لله نعمة تستحق الحمد، ودي تستحق الحمد، وده طيب الله سلسلة كده. إذن سيظل الله محمودا وسيظل عباده حامدين. نعم نعم. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أهي دي ثالثة جاية دي رقعة. يبقى الأول على النعمة حمد خلاص، وعلى أن علمنا الحمد له حمد، أهي دي ثالثة جاية أذهب عنا الحزن. طب حزن إيه بقى؟ إيه الحزن؟ الحزن هو استدامة الحزن في الإنسان. أم قال لك لأن الإثنين في الدنيا دي ومبسوط، التفكير بتاعه في ايه؟ منعمه، يقول لك والله انا خايف النعمه دي تفر من ايدي، يقوم ساعتها يروح مكشر كده. الناس تشوف تقول ده مكشر ليه؟ خدها عنده جه خاطر انها تزور منه، او يمكن اموت واسيبها. لكن الجزاء اللي هو دي لا هو هيموت ويسيب النعمه ولا النعمه هتسيبه، يبقى اذهب الحزن والفكر ده خلاص انتهى راح مع الدنيا. نعم. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، اللي يعمل فينا كده لغفور إيه؟ شكور. غفور يعني برضو اتهموا نفسهم اليوم برضو ما أدوش المسألة كما إيه؟ كما ينبغي، وكتر خير ربنا يعني ربنا يعني أصعد لنا ترغى فيه وسب لنا. الذي أحلنا دار المقامة، دار المقامة المقامة يعني الإقامة الدائمة، يعني معناه إنه مش هنخرج. أمال الدنيا دي؟ هم قال لك ده مش دار مقامة، ده معبر. يبقى الذي أحلنا إيه؟ دار الإيه؟ المقامة يعني الإقامة اللي إيه؟ الدائمة. طيب بده بعملك ولا بفضله؟ حتى وإن كان لك عمل فتشريع العمل من الله فضل. يبقى برضو رجع الى كله الى فضل الله. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ونعم الدنيا ومش عارف ايه هيجي فيها نصب ويجي فيها ايه لغوب. ما هو النصب وما هو اللغوب؟ هناك وما مسنا من ايه من لغوب، سلخنا السماء والارض مش عارف، وما مسنا ايه من لغوب. النصب هو التعب، والتعب من حركات الأجهزة. يقول لك الإنسان منا في سعيه في الحياة يضربه في الأرض،
ويضرب في الارض. شوف كلمه يضرب في الارض دي مش يروح كده يعني على يضرب في الارض عشان تطلع افهم. قال لك يتعرض لمشاق، هذه المشاق تتعبه، فاذا ما ذهب ليستريح مش بمجرد ما يدخل البيت ويقعد يستريح ما يشتغلش خلاص التعب يروح، يبقى يقول لك انا مهمت. اهو ده اللغوب. يبقى اللغوب هو ما ينشا من التعب حين ترتاح منه الى ان تستجم وترجع لك قوتك تاني. قال بعضهم لا، النصب تعب الجوارح، واللغوب تعب الصدور، تعب الصدر يعني اللي شغلك الهم اللي داخل. ولذلك احنا قلنا ان شوقي الله يرحمه لما قال ليس بحمل ما اطاق الظهر، ما الحمل الا ما وعاه الصدر، هو ده الايه. ولذلك سيدنا الامام علي لما سالوه عن اشد جنود الله في الارض بالهم، والهم يغلب النوم، فأشد بنود الله الهم. وساعة يتسلط الهم على واحد أعوذ بالله يقلق ويتعبه ما يخليش ينام. نعم. والهم الشعر المتنبي، والهم يختنم الجسيم نحافة، يبقى كده سنين قوي وبعدين يخليه يقع الفتل. نعم. هات بقى ادي دول بقى اللي استفينا من عبادنا ولا جزائهم بقى، لازم يجيب المقابل. ليه؟ أن حين تتفتح النفس إلى بشارات الأتقياء نقوم نجيب المقابل إلى نزارات الأغبياء الكافرين. دول زي ما يقول إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. يبقى يجيب المقابل، فليضحكوا إيه وليبكوا. والذين كفروا لهم نار جهنم. لهم هي لهم بل لم تفيد الملكية ولا الاختصاص، فلان به كذا. أم قال لك يتعلقون بها وهي تتعلق بهم تعلق المالك بالمملوك. يا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت. ساعه ما يدخلهم يشوفوا بقى العذاب، يبقى ايه يقول لك ايه كفى بك داء ان ترى الموت شافيه، يبقى يحب ايه يموت. ومش يحب يموت بس يعني ان مات ما يزعلش، ده يطلب ان يموت. ولذلك هيقول يا مالك ليقضي علينا ربك يخلينا نخلص ليقضي علينا ايه. قال انكم ماكثون. وإلى لقاء